مرحبا متابعين صفحة اليوفنتوس. اليوم رح نحكي عن موضوع انحسار اللثة وأسباب تراجع اللثة عند بعض الناس. في عنا عدة أسباب بتؤدي لهي الموضوع، مثل ما بنعرف إنه السن بغطي جزء وردي هو عبارة عن اللثة. اللثة لما بتتراجع بصير في عنا ضعف بالعظم الموجود تحت اللثة وتراجع معه كمان، لأنه اللثة هي اللي بتغذي، هي النسيج اللي بيعطي تغذية للعظم اللي عم يمسك البون اللي عم يمسك السن. أوكي، فونس انه اللثة رجعت فبصير في عنا كمان تراجع بالعظم. في عنا عدة اشياء بتأدي لهي الشيء. طبعا لما بصير الانحسار بيكون موضوع انه ترجع الجم بشكل حالة شبه انه ما في خط رجع. كيف الاشياء هاي بتصير؟ اول شيء نبلش من الاشياء اليومية اللي ممكن تكون التفريش القوي والعنيف على الاسنان. في ناس كثير لما بفرشوا بقوة فبيفكروا انه هاي الشيء بيؤدي لنظافة زيادة، طبعا هذا الشيء غلط. طبعا التغيرات الهرمونية اللي بتصير وقت الحمل، وقت انقطاع الطمث، إضافة لهي الشيء الناس اللي عندهم مرض سكر، الناس اللي بتكون عم بتكز على سنينها، عندها كلينشينج، بصير في ضغط على السن وبصير في ضغط على الجزء اللثوي أيضا، وبالتالي هي الشيء ممكن يسبب لتراجع اللثة. في سبب كمان كتير مهم هو بعض أنواع الأدوية. بعض أنواع الأدوية اللي بتستخدم لعلاج الاكتئاب ممكن تسبب لي أيضا نقص بجريان اللعاب ونقص بالتنظيف الغليظي للسن، فبصير في عندي أيضا تراجع باللثة. إضافة لهي الشيء إنه بيكون في عنا عدم انطباق بالفك نتيجة مثلا تركيبات مو منيحة أو نتيجة حشوات مو مرتبة بشكل صحيح، فبيؤدي أيضا لتراجع اللثة. ونقص فيتامين سي ما ننسى، واحد من أهم العوامل اللي ممكن تسبب نزف كتير على اللثة ومرض الإسقربوط ويؤدي أيضا لتراجع اللثة. مفروض السبب الثاني انه في ناس ما بتفرش ابدا، فبصير في عنا تراكم لطبقه الجير على الاعناق للاسنان من تحت، فبصير هاي الطبقه قاسيه بتضغط على نسيج اللثه بتخليه يتراجع. مع الاهمال المستمر بصير في تراجع ورا تراجع بيؤدي لريسيشن. التدخين واحد من العوامل كمان اللي بتسبب انحسار باللثه، إضافة إلى الأسباب الهرمونية، الحمل مثلا، ارتفاع بهرمونات،